الأهم الأهم حاجة فنان في البيئة المصرية هو احتياجات الطبقات الأكثر احتياجا. نعم. كويس. أهم حاجة الصرف الصحي، أهم حاجة المية، أهم حاجة القمامة، وأهم حاجة هواء نظيف. تمام. كويس. وزارة البيئة صحيح إن هي اللي بتلعب، لكن هي بتلعب دور المنسق، لأنه الصرف الصحي هتلاقي حضرتك وزارة الإسكان اللي قايمة بالكلام ده. لو اتكلمنا على المخلفات هتلاقي حضرتك وزارة التنمية المحلية. كويس. لو اتكلمنا على الهواء هتلاقي عدة جهات، المصانع والورش والعربيات وكل الكلام ده. احنا هدفنا ان احنا ننسق، ولكن بنقدم كمان دعم فني ودعم مادي من قبل الآخر. تمام. فده في خطة معمولة للدولة كلها، في جزء بتنفذه وزارة البيئة فيما يخص القرى الأكثر احتياجا. احنا النهاردة بنوفي بهذا الجهد للسنة المالية اللي منتهية في 2016، نص 2016. في جزء تاني هنعمله السنة الجاية استكمالا لهذه الجهود.